فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الزواج من الكتابيات في الوقت الحاضر بعد تحريف دينهم ووقوعهم في الشرك بالله سبحانه؟ إلى يوم القيامة يجوز الزواج بالنصرانيات بشرط أن تكون عفيفة عن الزنا، بشرط أن تكون المحصنة، يعني محصنة يعني عفيفة من الزنا. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب حل لكم، محصنة يعني عفيفة عن الزنا، غير مسافحة ولا متخذة للأقدام. والله يعلم ما يكون من النصارى، وهو محرف، حرفوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع هذا نزل القرآن بإباحة ذلك، فلا أحد يقيد ما أطلقه الله سبحانه وتعالى. نعم.